VS series. اهلا بيكم في الفيديو رقم 10 من سلسلة VS series. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم كلمتين مهمين جدا في مجال الانترفيوز وهما CV resume. طيب ايه الفرق ما بين CV وما بين resume؟ ساعات بنلاقي شركات كاتبة send your CV وفي شركات تانية تبقى كاتبة send your resume. ايه الفرق؟ CV ببساطة هي British English و CV اختصار Curriculum Vitae. Curriculum Vitae اوكي؟ هتلاقوها مكتوبة تحت في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اما Resume دي American ولازم ننطقها كده Resume. انا حتى حاطط عليها الأكسون زي في الفرنش كده عشان نعرف ننطقها صح Resume. اما لو هنستخدم resume كفعل فهو بيبقى معناه حاجة تانية خالص, بمعناه يستأنف وبيبقاش نطقه resume, بيبقى نطقه resume. resume اوكي. يبقى لو هو فعل هقوله resume معنى يستأنف, او لو هو بمعنى noun زي cv كده بنقول resume. اوكي بس كده, ده كان الفيديو بتاع النهاردة الخاص بسلسلة VS series. استنوني في يوم جديد وحلقة جديدة من السلسلة بكلمتين جداد ان شاء الله يكونوا برضو مهمين زي بتوع النهاردة. وما تنسوش تبصوا على كلمة curriculum vitae في الديسكريبشن تحت. اشوفكم المرة الجاية. باي باي.